الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففطرة الإنسان أنه يحتاج لقدوة يقتدي بها ويستن بها، وقد اختار لنا ربنا جل وعلا خير الخلق وخير الأنبياء، خير ولد عدنان نبينا صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا قدوة نتأسى به. يقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي بها. ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ربه، كيف كان يدعو الناس، كيف كان يتخلق مع ربه ومع الناس، كيف كان يعامل الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه لا يدعو سواه، وكان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه حق عبادته، وكان يشكر ربه حق شكره، وكان يطيل الصلاة حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يحسن الخلق مع الناس، وكان يأمرنا ألا نقول إلا خيرا، ونهانا عن الفحش والتفحش في الكلام، وكان يحسن التعامل مع أهله، وكان يحسن التعامل مع جيرانه، كان يحسن التعامل مع أهله فيقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يحسن التعامل مع جيرانه وأمر الصحابة أن يحسنوا التعامل، ونهانا أن نسيء إلى الجيران، قال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأمرنا ألا نجادل المخالفين إلا بالتي أحسن، أمرنا ألا نجادل المخالفين إلا بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هو قدوتنا. يقول جل وعلا في تتمة الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. نحن نقتدي بالنبي رجاء ما عند الله من الخير، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نحتسب بطاعتنا وامتثالنا واقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله في اليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، من صفات أهل الإيمان وأهل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يذكرون الله كثيرا، بخلاف المنافق. المنافق لا يذكر الله كثيرا، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فحري بنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لنكون من أهل الإيمان وأهل الذكر، ونمتنع عن الاقتداء بغيره ممن يعني أقل منزلة بكثير من هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله به، ولا نكون من حال المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا مرافقته في جناته جنات النعيم، وأن نكون ممن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.